يلا مشاهدينا، هسه وصلنا للفقرة الجميلة اللي كلنا نحبها. راح نروح نشوف محافظة معينة، ومن راح يودينا؟ حيودينا سندباد على البساط مالته. نروح نشوف سندباد هالمرة الأربيل، وش بيها أربيل من شغلات حلوة، وبعدها راجعك. تعتبر مدينة أربيل العراقية من أقدم المدن التاريخية، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 7000 عام، ولا يعرف بالضبط من بناها، وقد ظهر اسمها في المدونات التاريخية منذ نحو 3000 عام قبل الميلاد. عصرت المدينة حقبا مختلفة، وهي تعتبر الآن أكبر المحافظات العراقية التي تضم كافة طوائف العراق ومعظم عشائره المختلفة. وتصدرت أربيل بوصفها عاصمة إقليم كردستان مكانا بارزا في الأخبار مع أحداث كبرى التي مرت على مدى العقود الأخيرة. ويحمل إقليم كردستان وعاصمته أربيل اسم منطقة الحكم الذاتي الكردية منذ عام 1979، وتعد أربيل رابع مدينة من حيث المساحة في العراق بعد العاصمة بغداد والبصرة والموصل، ويناهز عدد سكانها 1.5 مليون. تقع في الجزء الشمالي من العراق، ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق إيران، وتبلغ مساحتها 13165 كيلومتر مربع. يتألف لواء أربيل من 5 أقضية تتبعها 11 ناحية من الناحيتين الملتحقتين بمركز اللواء المباشر. يوجد في أربيل أكثر من 110 تلال ومواقع أثرية يمتد تاريخها من العصور القديمة حتى الفتح الإسلامي، ومن أهم معالمها الأثرية قلعة أربيل وتلال سيد أحمد والمنارة المظفرية في أربيل. يعتمد اقتصاد الأربيل بالأساس على الزراعة والصناعة، حيث تتوفر فيها أراض تزرع فيها الحنطة والشعير وزهرة الشمس والذرة والخضرة والتأ. واتجهت المدينة لاستدراج عقود استثمارات كبرى في مجال العقارات والبنى التحتية والتنقيب عن النفط. أربيل فيها حركة عمرانية وخطوة نحو الاستثمار الدولي، وتعيش مدينة أربيل في كردستان حركة عمرانية تهدف إلى توسيع وتطوير المدينة، تؤهلها لتكون مدينة سياحية لكل وجهات العالم. تشهد مدينة أربيل في شهر رمضان نشاطا في الأسواق وحركة البيع والشراء، كما تشهد نشاطا ملحوظا لمؤسسات المجتمع المدني التي تفتح الدورات الرياضية والترفيهية والعلمية. ولكن بسبب جائحة كورونا بقي الوضع على ما هو عليه هذا العام، فقلت جميع الأنشطة الرياضية وكذلك الأنشطة المجتمعية بسبب جائحة وباء كورونا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا سندباد، ورجعنا مرة ثانية وحط بساطة وراح قاعد ارتاح. أربيل مدينة كل جميلة، ناسها طيبين، تشتهر بكثير من الأماكن التراثية. طبعا هي أربيل رابع أكبر محافظة بعد بغداد والموصل والبصرة، تمام، هي المدينة الرابعة الكبيرة. عدد سكانها تقريبا 300 هالحدود. تبعد عن بغداد، تبعد عن بغداد تقريبا 360 كيلو متر تقريبا هاي الحدود. بها مناطق قلت لكم تراثيه جميله مثل قلعه اربيل، عندك مثلا المسجد، لا المناره المظفريه، عندكم مسجد جامع خليل خياط، عندكم ايضا نصب الشهداء، شهداء الكرد. طبعا احمد، انا من الاشياء اللي جذبتني باربيل انه بسنه 2014 هي لقبت بعاصمه السياحه. صحيح. بنفس السنة اللي هي 2014، نعم، قلعة أربيل انضمت لائحة التراث العالمي. هذا في شيء طبعا كلش حلو، أكيد صح. مثل الأهوار هماتين كذلك انضمت لائحة التراث العربي العالمي عفوا. أربيل بها قلت لك المنارة المظفرية اللي انبنت بعهد مظفر الدين اللي كان والي أربيل بعهد صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كذلك هو أصلا قرية شمال أربيل. صحيح، محافظة أربيل يعني ضامه كل الفنانين وال صحيح. مو بس والعلماء وكذا، ما يسكنوها فقط القومية الكردية، طبعا تحياتنا لهم، تحيات. يسكنوها كذلك قومية تركمانية، الأغلبية كردية أكيد، بس الأقليات اللي هم تركمانية الآشورية وأيضا عرب يسكنون بها. عندك مثلا بأربيل أكو نصب الشهداء اللي نص اللي بناء المعماري خسرو الجاف، نعم. طبعا خسرو الجاف احد المعماريين الراقين الجميلين، كانت تكلفه النصب هو استذكارا شهداء الثوره الكرديه، تكلفته تقريبا 19 مليون دولار او بهالحدود تقريبا، نعم. فقلت لك يعني اربيل بها وايد تراثيات، بها شغلات جميله،
وسياحتها تخبل. اكيد هي من غير التراثيات انه هي منطقه سياحيه كل جميله من الشلالات والاماكن الحلوه اللي بيها.